تروح لنانا هيقول لي مامبا، انت هتقول لي كل شويه مامبا اهو مامبا، ده كل شويه هو اللي بيجي لنا. تتخطف الكوره ومحمد صلاح، محمد صلاح تتلعب على طول لاحمد تمساح، وادي الهدف الاول اهو، وادي الهدف الاول، هات وخد، وحته حلوه قوي قوي قوي، هات وخد اهو، ومحمد ابراهيم يحط الهدف الاول، محمد ابراهيم في هات وخد. بعد ايه هنشوف بعد قد ايه، واحد مصر لا شيء سوزان، هو محمد ابراهيم احرز هدف جميل، مشى وعدى وكعبل، ما تضيعش شكل الهدف بقى، يعني اعمل نفسك جامد عشان خاطر يعني ايه اللعيب الاوروبي بياخد الواحده دي، امال ميسي يعمل ايه اللي ليل نهار قاعد يتضرب. المهم نزل اهو الدكتور طارق، وعلى فكره الدكتور طارق وكابتن دكتور حسام الابراشي مع حسين حمزه عاملين يعني تويتو جامده، وادي محمد صلاح وتتلعب الكوره، وادي اهو بص محمد، ويا سلام اتنين لعيبه قوي، اتنين لعيبه قوي قوي، وضربه حره مباشره لمنتخب مصر، وحسن عبد ربه طبعا يجي، حسن عبد ربه وعبد الله السعيد يبعد، انما طبعا ده الكابتن بتاعه، وحسن ياما من الحته دي جاب جوان، عبد الله برده جاب، وادي على طول اهو حسني وعبد الله، طبعا عبد الله ملوش دعوه، وحسني شطب حنيه، والهدف التاني، الهدف التاني، ومتابعه حلوه قوي 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 لصلاح، يبقى محمد صلاح ومتابعه، والهدف الثاني لمنتخب مصر، انما حسن اللي لعبها، ومتابعه حلوه قوي من محمد صلاح، دائما محمد صلاح بيتابع، ودي ميزه ومهاره المتابع، يقول لك اعمل فولو، زمان بص حضراتكم كله كان ممكن يقف، انما الراجل رايح رايح زي الصقر، المهم مش تروحوا بس، المهم وتحطها، ادي حسني بيركنها من جنب الحيطه، انما الكره ترد من الجون، جت في وقتها عشان الناس يعرفوا ان في كوره، وان المنتخبات بترفع راسنا لفوق، وان الرياضه ديت عباره عن مهنه، وان الرياضه ديت سمعه بلد، وادي كوره اهي بيقول انا اوفسايد، لا هنا بيمشي حلو قوي، بيركنها حلو قوي، بصوا بصوا، ادي محمد صلاح، ادي ميزه محمد صلاح، يبقى لازم الراجل ده ما يتنقلش من هنا، ادي محمد صلاح بيحط الهدف الثاني ليه، محمد ابراهيم ولا ايه؟ محمد صلاح، محمد صلاح يحط الهدف الثاني ليه اهو، تصبح نتيجة 3-0، جرى ومش اوفسايد، بص هو عنده الثقة في نفسه، بص ما تسربعش، عارف هيعمل ايه، عارف 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 هيعمل ايه، محمد صلاح يحط الهدف الثالث من تمريرة حلوة، لازم الولد ده يستغل في المنتخبات كلها زي ما انت شايف كده، لازم توقف له حد، لأن في الحتة دي أصبح زي مصطفى رياض، بيقدر الزاوية ضيقة بيتصرف، النهاردة عملها في الضيقة يعني، وجاب كرة حلوة الهدف الأول، يبقى في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول، بص الثقه رايح، عارف هيعمل ايه، عارف يا سلام باصص جديد قناوي، نشوف الهجمه ونكمل، انطلاقه احمد عيد عبد الملك، عملها بينيه احمد حسن مكي، الرابع 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 الرابع، احمد عيد عبد الملك باينه من بدايتها، باينه من بدايتها، احمد عيد يجيد ويفيد ويسجل هدف سعيد لمنتخب مصر، مفيش كلام، هدف رابع لمنتخب مصر في الدقيقه الثانيه من زمن الشوط الثاني، احمد عيد عبد الملك ليرفع الرصيد لمنتخب مصر لاربع اهداف، ادي البينيه كانت باينه الهجمه من بدايتها هجمه واحده، وحسنا فعل، حسنا فعل حسن حكم اللقاء محمد حساني انه ادى تحت الفرصه، هاي كوز ماتاكوزا تولا، وادي المحاوله والتسديده، وهنا بقى المتابعه، المتابعه موجوده، واحمد حسن مكي بيسجل هدف خامس لمنتخب مصر، شوف المتابعه مهمه جدا، المتابعه مجديه جدا، شوف اللعبه، شوف احمد عيد فتح زاويه التسديد وسد التسديده من قريب مش من بعيد، وجاي بقى اللي منطلق من الخلف للامام احمد حسن مكي ويسجل هدف خامس لمنتخب مصر، زويلي انكسومالو لاعب هايلاندرز وهو النادي الاول في منتخب سوازيلاند، هذه المحاوله وادي الهدف، الهدف السادس لمنتخب مصر، الهدف السادس حمودي، الهدف السادس حمودي، يا سلام يا حمودي، يا سلام يا حمودي، يعني في شوارع دلوقتي، في شوارع في خط ظهر منتخب سوازيلاند، بدأ منتخب مصر يعني بيني وبينكم برضو اللعيبه دي نازله، يا سلام على البينيه ويا سلام على القط، حمودي ابراهيم صلاح ادي بقى الكابتن ضياء السيد بيقول له مش بندور على الجون، العب الاول دلوقتي باص واتحرك، وده كلام مظبوط جدا، احنا عايزين نطمن على طريقه الاداء، خلاص اطمننا على التهديف، احمد جعفر يعدي جعفر، ممكن العرضيه، العرضيه ارضيه معديه،
عملها جعفر، عملها جعفر، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. احمد جعفر عرضية لكن عرضية ذات صبغة تهديفية. شوف اللعبة اللي فاتت، شوف جعفر خدها منين، من نص الملعب، وادي انطلق، انطلق نص ملعب سوازيلاند، عمل عرضية خبطت الكرة في حارس المرمى. عموما ركلة جزاء لمنتخب مصر، والهدف الثامن احمد عيد عبد الملك. يمكن توقعنا احمد عيد عبد الملك بيسدد ركلات جزاء بشكل كويس، وبيسجل احمد عيد عبد الملك هدفه الثاني والثامن لمنتخب مصر. مهرجان اهداف، مهرجان اهداف احمد عيد عبد الملك، والهدف الثامن لمنتخب مصر. عملها كويس كده، يعني كدر مفتوح للملعب، انطلاقه من ناحيه الشمال عند عبد الشافي. مباراه يعني نقدر نقول اخراجيا النهارده كانت كويسه جدا. ادي التسديده في منتهى الخطوره، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام يا مكي، هو ده الكلام يا مكي. تسديده في منتهى الروعه، في منتهى الابداع، في منتهى الاقناع. الهدف ده رقم كام؟ الهدف ده رقم 9. ادي الاستلام، وادي حمودي هدف، احمد حسن مكي هدف، او احمد حسن مكي هدفين عفوا، ومحمد ابراهيم هدف، وماتزيا هدف في مرمى. انطلاقه من احمد جعفر، ممكن العاشر، ممكن العاشر، ممكن العاشر، يا سلام يا جعفر، يا سلام يا جعفر. احمد جعفر بيأبى، بيأبى الا ان يسجل في هذا اللقاء، وبيسجل احمد جعفر الهدف العاشر، الهدف العاشر في هذا اللقاء. احمد جعفر، يا سلام يا سلام، حاجة تطمن، حاجة تريح، ريحتونا، أراحكم الله في مباراة زيمبابوي إن شاء الله، ويبقى مباراة سهلة. شخصيا يعني ساعة ما وعيت على الدنيا وشفت كورة، أول مرة في حياتي أشوف مباراة تنتهي 10-0، عمري في حياتي ما شفت مباراة تنتهي 10-0، يعني هي جديدة. لكن لازم نتكلم ولازم نحلل دي أهداف المباراة. الشوط الأول محمد إبراهيم ابتدى في الدقيقة 5، ده الجول الثاني بيسجله محمد صلاح، ثالث آسف معلش حاضر، كان الجول الثاني برضه سجله محمد صلاح، ده الهدف الرابع بيسجله أحمد عيد عبد الملك، كان في بداية الشوط الثاني، في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. ثم بعد ذلك بيسجل أحمد حسن مكي في الدقيقة 60 الهدف الخامس، ثم في الدقيقة 63 أحمد حمودي بيسجل الهدف السادس، وبعد كده في الدقيقة أحمد لوازي في مرماه بيسجل في مرماه الهدف السابع، ثم أحمد عيد عبد الملك من ركلة الجزاء صحيحة 100% بيسجل الهدف الثامن. والله أنا اتلخبطت، ده مش أحمد عيد عبد الملك، ده أحمد حسن مكي، احمد حسن مكي، بعد كده احمد عيد عبد الملك، احمد جعفر اسف، في الدقيقه 92 بيختتم.